السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثالث الإعدادي. إن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض الوحدة الرابعة واللي هي نافذة الكود. طبعا الوحدة الرابعة دي هي برضو زيها زي الوحدات اللي قبل كده، هو بنتكلم عن الشكل الخارجي بره للنافذة نفسها، لكن مش هنكتب أكواد. طيب الوحدة الرابعة دي بيميزها إن هي من أصغر الوحدات اللي موجودة في المنهج. طيب تعالوا نشوف كده إيه اللي موجود عندي في الوحدة دي. أولاً بيقول لي يعني إيه نافذة الكود اللي هي الكود ويندو. بيقول لي هي نافذة لكتابة أوامر وتعليمات تتيح لغة فيجوال بيزك دوت نت البرنامج. يعني هي نافذة بالتحالي أو بتبقى موجودة عن طريق لغة الفيجوال بيزك وبتسمى نافذة الكود. طيب إزاي أنا ممكن أوصل لنافذة الكود اللي موجودة عندي دي؟ قال لي ويمكن فتح نافذة الكود عن طريق حاجة اسمها الكود ويندو بأكثر من طريقة. من اهم الطرق اللي انا عايزك تعرفها واللي هي F7 او اضغط F7 من لوحه المفتاح. خلي بالك انا عندي ان في طرق تانية ممكن برضو هقول لك ازاي نعملها، اللي هي مثلا منها من قائمه فيو هختار حاجه اسمها كود ويندو، او من سوليوشن اكسبلورر برضو بختار حاجه اسمها الكود ويندو. لو تلاحظ كده ان احنا النهارده بناخد F7، قبل كده اتكلمنا عن حاجه اسمها F5 واللي هي التشغيل او اختبار البرنامج، وكان في حاجه اسمها F4 اللي هي لاظهار نافذه الخصائص. يبقى عندي F4 وF5 وF7. طيب تعالوا نشوف مع بعض كده هنقول ايه في الوحده دي. ده شكل نافذه الكود بعد ما فتحتها عن طريق الثلاث طرق اللي قلت لك عليهم، يا اما F7 يا اما اللي هي View بختار منها كود، يا اما عن طريق Solution Explorer. الشكل اللي قدامي ده هو ده شكل سؤال كامل في الامتحان، بيجي لي كده زي زي الخرائط كده في الدراسات، لما يجيب لي خريطه صماء بعمل نفس الشكل. طيب تعال نشوف واحد كده، رقم واحد ايه؟ قال لي رقم واحد ده اسم الملف، رقم واحد اللي عندي ده، تعالوا كده نشوفهم مع بعض اهو. رقم واحد ده قال لي ده اسم الملف الذي يخزن به الكود، ده المكان اللي انا بخزن فيه الكود. اتنين، اسم الملف الذي يخزن فيه واجهة البرنامج، تعالوا كده نشوف رقم اتنين اهي، ودي فيها اسم الملف اللي بيخزن فيه واجهة البرنامج او شكل البرنامج من بره. تلاتة، حاجة اسمها الاعلان عن التصنيف كلاس باسم فورم 1. قال لي ده انا بعمل تصنيف او ان انا هنا وجوده ده بان انا بعمل اعلان ان انا يا جماعة بعمل او بشتغل على نموذج اسمه فورم 1، اسمه الاعلان عن التصنيف. اربعة، قال لي الجزء الفاضي ده، الجزء اللي قدامي ده، قال لي الجزء ده هو مكان كتابة الأكواد، لو عندي كود هيتكتب هيتكتب في الحتة الفاضية دي كلها كده. طيب خمسة، سطر نهاية التصنيف، زي ما قلت لك الإعلان عن التصنيف عندي حاجة اسمها سطر نهاية التصنيف. الجزء اللي قدامي ده لازم يتحفظ زي ما هو كده، لأن هو بيجي لي سؤال كامل بيقول لي رقم واحد ممكن تكون إيه، طب اتنين إيه، طب مكان كتابة الكود فين، وهكذا. طيب بعد كده عندي حاجه اسمها معالج الحدث. بص كده معايا، هو ده اللي قلته لك الجزء اللي فات، ازاي افتح نافذه الكود اللي انا بروح عن السوليوشن اكسبلورر او مسار الحل وبضغط كليك يمين، وبعد كده بختار حاجه اسمها فيو كود، بيفتح لي القائمه اللي احنا كنا بنشرح فيها من شويه. طيب ايه معالج الحدث ده؟ قال لي هو قائمه مختصره كده لملفات فورم 1. طيب هو عباره عن اجراء يحتوي على كود يتم تنفيذه عندما يقع الحدث المرتبط به. لو تفتكر كده سنة ثالثة لما كنا بنتكلم عن في الوحدة الثانية، قلت لك إن كل كائن له مجموعة من الخصائص والإجراءات والأحداث. الحدث مثل النقر كليك، إن أنا أضغط عليه، طب الإجراءات هي الحاجات اللي هينفذها لما أضغط عليه كليك. طيب يبقى معالج الحدث هو الإجراء، هو اللي بيحتوي على الإجراء اللي بيحتوي على الحاجة اللي هتتنفذ لما أضغط عليها كليك. وبنفس القايمة اللي قدامي دي برضو ممكن أفتح منها نافذة الكود زي ما قلت لك من شيبس. طبعا هنا اسم المشروع، طبعا اسم المشروع مسميه لي شيبس، طبعا لو انا مغير اسم المشروع هلاقيه الاسم ده اتغير على حسب الاسم اللي انا مختاره. لو عايز افتح نافذه الكود من فورم بختار حاجه اسمها فيو كود، كليك يمين وفيو كود بيفتح القائمه الثانيه اللي قلت لك برده ممكن تتفتح عن طريق F7. طيب معالج الحدث، بص بقى كده معايا، انا لما افتح بقى او اضيف اداه شكل الاداه دي بتتضاف ازاي وايه الحاجات اللي ممكن تبقى موجوده جوه. لو انا ضفت اداه بطن زر، يعني زرار معين، وعايز اخلي الزرار ده لما اضغط عليه كليك ينفذ امر معين،
هعمل ايه؟ بص كده معايا، قال لي رقم واحد اسم الاجراء اللي قدامي ده، اسم الاجراء مكون من اسم الاداه والحدث الذي يقع عليها. الاداه اسمها بطن والحدث اللي هيقع عليها يعني مش هتشتغل غير لما اضغط كليك. اتنين سطر نهايه الاجراء، بص كده معايا اهو ده سطر نهايه الاجراء اند صب. ثلاثه المتسبب في الاستدعاء، انا ليه بعمل الاستدعاء ده؟ علشان لما اضغط على الاداه بطن كليك تنفذ لي ايه. أربعة ما بين السطور، اتفقنا ان المكان ده هو مكان كتابة الكود. خمسة سطر الإعلان عن التصنيف، أهو خمسة سطر الإعلان عن التصنيف اللي هو الجزء ده. ستة سطر نهاية التصنيف اللي هو أنا كده خلاص خلصت وده آخر جزء هشتغل فيه. أنا عايز أفهم البرنامج إن أنا كده مفيش أكواد هتتكتب بعد كلمة end class. تاني كده يبقى رقم واحد اسم الإجراء، ويجي لي سؤال يقول لي اسم الإجراء مكون من نقط ونقط اللي هو اسم الكائن واسم الحدث. اتنين سطر نهاية الإجراء. تلاتة المتسبب أو السبب في الإزعاء في الاستدعاء. أربعة اللي هو المكان بين السطور لكتابة الكود. خمسة الإعلان عن التصنيف. وستة سطر نهاية التصنيف. طيب عندي حاجة بقى اسمها ضبط الخصائص برمجيا. لو تلاحظ في الوحده الثالثه كان عندنا حاجه اسمها نافذه الخصائص، كنت بقول لك روح على الاداه اسم الاداه وغير الخاصيه زي ما انت عايز. يعني مثلا لو كنت عايز اخلي ان الخلفيه لونها احمر فكنت اروح عند حاجه اسمها باك كلر واروح عند القيمه بتاعتها اختار اللون الاحمر، فكده كانت الاداه بتتغير معايا. طيب قال لي بقى ان احنا هنتعلم دلوقتي ازاي ان انا ممكن اغير الاداه برمجيا، يعني اكتب اسم الاداه واكتب الخاصيه واكتب القيمه اللي عايزها تحصل. بص هنا قال لي ان الكنترول نيم ده هو اسم الاداه، زي مثلا ان الاداه اللي عندي اداه بطن، خلاص زر الامر بطن، وبعدين دوت بروبرتي معناها الخاصيه يساوي فاليو. اروح اختار الاداه اللي هي بطن، الخاصيه مثلا ان هي الباك كلر، واختار الفاليو اللون اللي انا عايزه يظهر. الكلام ده اسمه برمجيا، يعني انا ممكن اكتب الاكواد بايدي، اجي اقول له بطن 1 دوت Property اللي هي الخاصية اللي هي مثلا باك كلر بيساوي ريد اللي هو اللون الأحمر، فبالتالي اللي هيحصل إن أنا هلاقي إن الزرار ده الخلفية بتاعته بقى لونها أحمر. نروح بقى لجزء تاني وهو اخر جزء عندنا، السؤال المتفوقين بيقول لي الرسمه اللي قدامي دي طلع منها اسم الحل واسم المشروع، وازاي اقدر ادخل على النافذه باكتر من طريقه زي ما قلت لك. مفتاح الوظيفي ده يقصد بيها لوحه المفتيح. والغرض من امر بروبرتيز في القائمه المختصره هو طبعا الغرض منه هو واضح، بروبرتيز معناها الخصائص، اكيد كده وضحت. وكده يبقى احنا خلصنا شرح الحاسب الآلي، وآخر وحدة كانت الوحدة الرابعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.